السؤال الثاني، هل المشي إلى المسجد على السيارة يعادل أجر المشي على القدمين؟ يقول أنه هل أجر المشي إلى الصلاة إلى المسجد على السيارة كأجره على الرجل؟ إذا كان يقدر على المشي فالمشي أفضل من الركوب، أما إذا كان لا يقدر على المشي فإنه يركب وله الأجر إن شاء الله كاملا. نعم.